زي ما شفنا في التقرير عن فريق كرة اليد وبطولاته، فريق كرة اليد السيدات وبطولاته، لازم نستضيف المدير الفني الناجح كابتن ياسر صلاح، ودي بداية السنة الرابعة مع النادي الأهلي، اتنين منهم مدرب عام واتنين منهم مدير فني. السنة اللي فاتت ما شاء الله عليه قفل كل بطولات السيزون، يعني كلهم كل الكؤوس والبطولات داخل النادي الأهلي. خلينا نرحب بكابتن ياسر صلاح المدير الفني لكرة اليد السيدات. كابتن ياسر، نقول لك ألف مبروك على الموسم اللي فات، موسم معدة لكن بداية النهاردة مع موسم جديد، منورنا وشرفنا. أهلا بيك كابتن خالد. الحمد لله كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ثلاث مواسم الحمد لله ربنا كرمني بيهم. الموسم اللي فات بالذات كان موسم صعب، وإن شاء الله نبقى عند حسن ظن الجماهير والإدارة إن شاء الله. وخلينا نرحب بالصفقة، الصفقة الجميلة، الصفقة البدوية، الصفقة الكبيرة. خلينا نرحب بكابتن منه الله مدحت، صفقة من العيار الصغير في النادي الأهلي، منتقلة من نادي المعادي إلى نادي الأهلي. كابتن منه منورانا وشرفانا. ميرسي يا كابتن خالد. يعني لازم أبدأ معاكي وأقول لك، يعني إشمعنى اخترتي كرة اليد؟ يعني لعبة عنيفة، كل البنات تعرفوا كرة الطايرة، لكن أنت اخترتي كرة اليد بالذات من نادي الشمس للمعادي للأهلي، اللفة دي وصلت النادي الأهلي أنت بتحبيه. هو انا عامه كنت بدايتي كلها العاب فرديه، يعني اول لعبه طبعا سباحه. ايوه، وكنت في منتخب سباحه ما شاء الله، نادي الشمس. كل صغير يبدا سباحه على طول. بالظبط بالظبط. وبعد كده لعبت كاراتيه، وصلت الحزام الاخضر. ده كده تقدري تلعبي هاند بول خالص. وبعدين كان عندي صحابي بيلعبوا هاند بول، صحابي قوي من السباحه يعني. فحسيت ان هي لعبه جماعيه، وليه ما بقاش معاهم، وحابه ان انا يعني ابقى في لعبه جماعيه يعني. بس فبدات معاهم. يعني بدايتك عشان خاطر اصحابك تبقي معاهم في وسطيهم. بالظبط. طب سؤال النهارده، اصحابك مكملين لسه هاندبول؟ لا، انت اللي كملتي صح؟ انا كملت. اصل انا عملت كده بالظبط، كنت نفس الاسطمبه بتاعتي. كله اتجوز وقعد خلاص، لكن انت اللي كملتي هاندبول. يعني نورتينا وشرفتينا، ولسه هنتكلم معاكي في تفاصيل كتيره. كابتن ياسر، اكيد بدايات السيزون عندك بتختلف عن المحافظه على البطولات والالقاب، اكيد بتختلف عندك، تفكيرك اختلف من السنه اللي فاتت للسنه دي، وبدايه السيزون السنه دي مش هقول ماتشات لكن فتره الاعداد. الحمد لله احنا ابتدينا من شهرين بالظبط فتره الاعداد. السنه دي بالذات هي سنه اصعب من السنه اللي فاتت، لانها اكيد انت حضرتك عارف يا كابتن خالد ان انا تعرضت للسنه اللي فاتت ضغوط عدد المباريات، فعندي اصابات كتير حصل، ومشكله من مشاكل انا السنه دي ان شاء الله بنحاول نتغلب عليها، افراد كتير. فالحمد لله انا شايف ان احنا بنستعين من فرقه 2000 و2002، ده الجديد السنه دي اللي احنا بنعمله. سن صغير بس يمكن ابتدينا الحمد لله ان احنا ندعم من 2002، وده حصل بالفعل في ماتش امبارح. لا، في النادي الاهلي عنده قاعده كويسه جدا، ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي بالبطولات. السنه دي احنا عدينا فتره اعداد كويسه، من اعداد بدني كان بدا الاول عندنا في النادي، ثم بعد كده في الجبل. فين ثم كابتن ياسر؟ لا 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 كابتن ياسر، ما تجريش بالكلام. يعني ما تجريش مني كده. اعداد النادي عرفناه، ايه الجبل ده؟ انا بطلع الجبل حوالي يومين في الاسبوع، من يومين لثلاث ايام في الاسبوع. ده بيدي لياقه بدنيه عاليه جدا. انت اديك كنت عارف وكنت بتشتغل معانا. طبعا، بس ده في الرجال، لكن السيدات كمان بقى الموضوع البدني ده مهم جدا. انا من طبيعتي انا لما باجي امرن البنات، مفيش حاجه اسمها يعني في شغل البنات، لا، عامل البنت هو نفس التمارين بتاع الولد، هتلاقي الدنيا فرق كتير قوي مع البنات. ده اللي انا ماشي بيه، لان احنا زي ما انت حضرتك عارف احنا لاعبين السنه اللي فاتت حوالي 45 مباراه، السنه دي تخيل كابتن خالد انا بلعب قد ايه؟ انا بلعب 55 مباراه. كم؟ السنه دي عندي 55 مباراه. ده انت عايز كل لعيب وكل نفس، عايز النادي الاهلي كله يبقى بيلعب. يلعب يا احمد دمور. قولي لي منا، التفاوضات حصلت ازاي بينك وبين النادي الاهلي؟ الفكره كلها ان انا كنت ماضيه موسم واحد مع نادي المعادي،
وكنت حاسه ان انا خلاص مش عايزه اكمل، لان انا رحت اصلا نادي المعادي عشان كان مدربي خالد خيري هو اللي كان مدرب ساعتها هناك، وكلمني انا وبعض اللعيبه من نادي الشمس ورحنا مع بعض، وهم قرروا ان هم هيبطلوا، فانا كنت الحقيقه هبطل. كله عمال يسيبك ليه لوحدك كده؟ كل اصحابك من بدري. بس فقررت ان انا يعني خلاص يعني، ومع ان كان يعني من احلى سيزون اللي انا لعبته في الهاندبول كان السنه اللي فاتت مع المعادي، كسبتوا الاهلي. كسبنا الاهلي. شفتي انا فاكر ازاي؟ كويس. ده حقيقي. كويس. بس مين بدا معاك المفاوضات؟ كابتن ياسر صلاح ولا انت قلتي انا عايز العب في النادي الاهلي ولا ايه اللي حصل؟ لا لا، انا لما يعني كابتن ياسر سمع ان انا خلاص هسيب النادي المعادي فكلمني وقال لي ايه رايك تبقي معايا السنه دي، وقلت له طبعا اكيد اتصرف ان انا اروح نادي الاهلي. اهلاويه. انا عارف انت اهلاويه. اهلاويه. تمام. بس فالموضوع جه كده يعني. يعني وانت خارجه راح تعتزلي او راح تبطلي هاندبول، النادي الاهلي رجعك تاني ودخلك على جوه التراك بالظبط. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. كابتن ياسر من شويه قلت لي كان السيزون اللي فات كان صعب، اصابات، لكن السنه دي اصابات واعتزالات. تمام. عندك اعتزال مي هشام وغاده الفريق وغاده. يعني ازاي بقى السنه دي بتواكب الامور؟ يعني السنه فاتت كانت اصابات بس، السنه دي اصابات واعتزالات. تمام. السنه اللي فاتت انا طبعا طالع بالاصابات، هو اللي انا اتفاجئت بيه ان يمكن اتفاقي مع مي هشام انها تبطل في اخر السيزون قالت لي، بس انا كنت فعلا المكان ده بالذات كنت مجهز له. ربنا كرمني الحمد لله بالمكان. في اتفاق بينك وبين الكابتن مي هشام ان هي هتعتزل اخر السيزون ولا قرار طلع مفاجئ منها؟ القرار طلع بصراحه مفاجئ منها في اول ما خلصنا السيزون. اول ما خلصت السيزون خبر اعتزال. خدت الخبر ده طبعا، فقلت لها مي يعني ما بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي لان انا مش عارف كلنا مين مكمل مين قاعد زي ما انت حضرتك عارف. طبعا. سيب الكلام ده لظروف تانية نبدأ نتكلم فيها. على أساس أن أنا أشوف مي إيه الأخبار، هكمل هتكلم معاها أو غيري سيان. بعد كده كلمتني مي وكانت مصممة على الاعتزال. مي هشام من اللعيبة اللي كانت كابتن فرقة طبعا. بدأت تاخد الخطوات، خلاص اتفقنا والحمد لله كان ربنا كرمني باتنين في نفس المكان، كنت بدرج لهم الماتشات على اساس ان هم يبقوا مستقبل النادي. فوجئت طبعا بغاده. تمام. ربنا يبارك لها بقى في مولود. ما شاء الله عليك. لا هوقفك عند غاده وهرجع بس هروح لمنه شويه، هوقفك عند غاده لان هنتكلم عن صفه حراس المرمى كمان بصفه خاصه جدا. أيوة. ان حارس المرمى ده حاجه مهمه جدا عندك بالزبط. في الهاندبول. اول يوم دخلت في النادي الاهلي بعد ما كنت بتفكري اعتزال رجعت الملعب تاني، فدخلت النادي الاهلي اول يوم، عايز احكي معاكي اول يوم دخلت في النادي الاهلي فيه تفاصيل اول يوم ليجي دخول النادي الاهلي. اكيد طبعا كنت مبسوطه يعني ان انا في الكيان الكبير ده، وفي نفس الوقت كنت خايفه لان طبعا كنتش يعني خايفه ان انا مابقاش اقدم مسؤوليه. بس يعني كابتن ياسر بصراحه يعني وقف جنبي وكابتن سميره ويعني اللي هو لا انا عايزه اتعب عشان الناس دي، عشان انا اضافه جايه اضافه للنادي الاهلي. انت فعلا اضافه الحقيقه. بس فيا رب يعني يكون على قد المسؤوليه دي يعني. اكيد على قد المسؤوليه، واكيد الجماهير كلها اكيد هترحب بيكي في الماتشات الجايه، بس انت عارفه ما فيش جماهير في داخل الملاعب، لكن ان شاء الله قريبا يكونوا جوه الملعب. لكن اكيد قبل ما تيجي النادي الاهلي كنت تعرفي مين في النادي الاهلي؟ كمين اصحابك قريبين قوي ليكي؟ نصر عيد، غاده، ساره حسام، كابتن غاده الحمد لله هي قعدت يعني موضوع ونصره برضو قاعده عشان عامله عمليه ومصابه نفس الكلام. اكيد في فرق بين النادي الاهلي وبين اللعب النادي تاني يعني، اكيد لعب النادي تاني. يعني لعبتي انت في نادي الشمس اوكي ولعبتي في المعادي، اكيد النادي الاهلي شكله مختلف معاكي، ايه الاختلاف بين اللعب في النادي الاهلي واللعب لاي نادي تاني؟ هو كل نادي ليه يعني مدرسته كتدريب، ماتشات، معسكرات، كل حاجه مختلفه لان كل مدرب بيبقى ليه منهج معين. فكابتن ياسر ليه منهج، كابتن خالد ليه منهج. انا طبعا طول ما انا في الشمس كان مدربين عدوا عليا كتير قوي. انا عامه بلعب هاندبول من 97 يعني ما شاء الله. اوه تمام.
دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. طيب خلينا يا كابتن ياسر نروح لموضوع حراس المرمى واعتزال او خروج حارس المرمى من عندك كابتن غادة حسام، واعتقد هي نجمه كبيره، لكن في تعويض حصل عندك اعتقد بحراس مرمى مره ثانيه. مين موجود معاك دلوقتي؟ موجود معايا دلوقتي موني طبعا، مواليد 98 كويس، وموجود معايا ايه، آية من مواليد 98، وموني نفس الكلام. من اللعيبة أو الحراس المرمى اللي هم هيبقى ليهم مستقبل في النادي الأهلي، موني كنا هم اتنين ولا أكتر؟ هم اتنين، وفي كانت لما برضو مواليد 98 هي رجعت السنة دي، كانت السنة اللي فاتت عشان خاطر الدراسة فما كانتش قادرة توفق بين الاتنين. وبصراحه انا السنه دي يمكن كلمت مع لما، وهي ما كانتش راجعه السنه دي برضو. هو في ايه؟ طب يا ياسر مش عايز يرجعوا ليه؟ مش عارف. تمام. بس لما بنت النادي المفروض ان هي اوكي بالظبط. هو ده اللي انا كلمت فيه، وقعدت تشرح لي الظروف الكليه. قلت لها طيب بس نبدا يا لما، وانت كحارس مرمى ممكن نشوف شكل ليكي في التدريب. تمام، نعوض بيه حتى الايام اللي انت ما تقدريش تيجي فيها مع مدرب الحراس، ونبدا واحده واحده. كويس. الحمد لله اقتنعت، والنهارده هي بس عندها برضو اصابه برضو. بس خلاص ان شاء الله ترجع بعد كتير قوي. هو التدريب في مشكله ولا ايه؟ يقول لي بس لا لما كانت بتشتكي من ضمه من زمان، فهي كنا بنلعب مباراه مع منتخب الناشئين، فجت لها الضمه، والحمد لله فضل الله خمس ايام او اربع ايام وترجع تاني مره تانية. مركز حراسه المرمى في الهاندبول دلوقتي بقى هو نمبر 1 طبعا، يعني معاك حارس مرمى ممكن تكسب اي بطوله. بالظبط. قولي التنافس بينهم هم الثلاثه شكله ازاي؟ التنافس السنه دي عالي كمان، لان انا السنه دي في مفاجاه برضو حطيتها معاهم، اللي انا في حارس مرمى من 2002 بيبدا يتمرن معانا، بس هم عندهم منتخب الفتره ديت، فاصبح بقى عندي اربع حراس. تنافس عالي جدا، لان كل واحد فيهم عايز يثبت وجوده ان هو يبقى نمره واحد. وطول ما في تنافس على وقفتك في الحارس، انت طبعا عارف يا كابتن خالد، بلاقي مستوى بقدر احدد فيه الدنيا رايحه على فين بالنسبه للمباريات. وانا محتاج طبعا زي ما انت عارف ان عدد المباريات كبيره، فمحتاج محتاجهم كلهم. بالظبط، فكله ان شاء الله بيلعب. مين بيختار حارس المرمى؟ المدير الفني ولا مدرب حراس المرمى؟ بص انا من نوعيه المدربين الفنيين. انت اللي بتختار يعني، هو بيدي رايه في الاخر. الراي برضو يعني ديمقراطي، فالراي ليا برضو في الاخر حسب ظروف المباراه. دي حقيقه بصراحه. اعتقد ان كابتن ياسر صلاح رد دبلوماسي على موضوع ان هو ديمقراطي، صح كده كابتن ياسر؟ تمام يا كابتن. اتوقع كده. اتوقع. شكلك ديكتاتور. اسالها يعني. اسالها مين؟ مش حد. لا بلاش. اهي شفت ايدك. بلاش يا كابتن ياسر، مش مشكله. لا قولي لي يا منى، قولي لي شغل وتدريب، والتدريب في النادي الاهلي تدريب شاق جدا، لان الجماهير لا ترضى الا بالمركز الاول، بتوفقي بين الاثنين ازاي؟ والله انا في شغلي مديريني مساعديني جدا، لان هم اهلاويه. ديمقراطي انا برضو في الحته دي، في المواعيد كمان برضو. ديمقراطي جدا. ما بتخصمش فلوس جدا. اهو بيخصم. اسمعي كلامي، انا عارف هو بيخصم فلوس. قولي لي يا منى اتفضلي. بس ف يعني مواعيد شغلي هي من 9 ل 5. بس هم بيقدروا يساعدوني يعني ان انا اشتغل من 9 ل 3، بس شغل قاسي شويه. كويس. عشان اقدر ان انا اسيب الشغل واروح التمرين بتاعي. هسألك سؤال صريح. لما رحت النادي الاهلي، مديرينك الاهلاويه الجامدين قوي دول قالوا لك ايه بصراحه؟ قالوا لي احنا الاهلي. قلت لي بيسيبوني وبتاع. لا لا بجد والله، ده اكيد بيساعدوك كتير وحاجات كتير بتحصل. بيساعدوني طبعا، بس انا اللي تعبانه في النص بقى شويه. قولي لي لما جيت النادي الاهلي السوشيال ميديا اختلفت معاكي؟ طبعا. ايه اللي حصل؟ احكي لي. اول تمرين جم سجلوا معايا وانترفيو على طول وتصوير، ولقيت صورتي على الصفحه، والناس كلها بتعملها شير، والناس بتعمل لي منشن على الفيسبوك. فاكيد كنت مبسوطه يعني. قولي لي شعورك بقى. لا بجد كنت مبسوطه جدا. اصحابك بقى اللي هم بطلوا قالوا لك حاجه؟ طبعا دخلوا. أيوة. عملوا لي شير، ويعني قد ايه هم مبسوطين ان انا وصلت لغايه النادي الاهلي. بس وانا لسه مكمله.
ووصلت للنادي الاهلي يعني ده حلم. ده الحلم بالنسبه لك؟ هو حلم اي حد اكيد. ده اكيد حلم اي حد. كابتن ياسر، بطولات السيزون الجماهير عندنا مش بترضى بطولات السيزون، بخلينا بصراحه عايزين دايما يطلعوا ابعد حاجه. عندنا بطولات خارجيه السنه دي ولا لسه ما فيش بطولات خارجيه؟ والله احنا كنا بنتكلم مع، طبعا بشكر اداره النشاط الرياضي على راسها كابتن رؤوف، ويمكن هو سبب من الاسباب الصفقه بتاعت منا انها تخلص، لانها كانت حاجه سريه ما بيني وما بينه، والحمد لله قدر يخلصها. بالنسبه لبطولات عربيه او بطولات افريقيه، احنا بنعد كويس قوي للبطولات ديت، ونفسنا نبقى ان احنا نروح طبعا افريقيا، بس بنبتديها خطوه خطوه. يمكن كابتن رؤوف كان بيتكلم معايا، لان احنا على الصله دايما في المواضيع ديت البطولات العربيه، لان البنات ليها طموح، عايزه تلعب بطوله عربيه، عايزه تلعب بطوله افريقيه. اداره النادي واداره النشاط الرياضي على راسها كابتن رؤوف ما عندوش مانع ان البطوله العربيه تكون موجوده هنا في مصر. ان هو يعني احنا نشترك، يمكن كان في بطوله عربيه حضرتك عارف وانها اتلغت، دي حقيقه كانت اسكندريه وكنت هتلعب بالظبط. هي بس المشكله ان الاتحاد العربي عندنا في كره اليد مرتبط دايما رجال وسيدات، رجال وسيدات دي بتبقى صعبه شويه، يعني عكس الباسكت او الطايره كله مفصول، تمام، مفصوله، ودي بتبقى بتدي ارتاحيه كتير انك لو حبيت تنظم الوقت والتكلفه، انت عارف دلوقتي بقت عاليه، توقيتات الرجال وسيدات مش بيتوافقوا مع بعض، بيتوافقوا مع بعض بالظبط. فنتمنى من الاتحاد العربي ان هو يبقى ان احنا نعمل بطوله عربيه في مصر سيدات فقط لا غير، والنادي الاهلي يمكن كابتن رؤوف او اداره النادي ما عندهاش مانع انها تنظم بطوله كبيره زي ديت، تمام. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا يكون في بطوله عربيه في مصر. اما بطوله افريقيه، احنا يمكن دخلنا بطوله افريقيه عملنا شكل كويس، ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا بنحاول نوقف برضو الفرقه على رجليها بعد الناس كتير زي ما انت عارف انها بطلت، كلهم صغار السن. انا شايف ان الفتره اللي جايه ان اداره النادي ممكن النهارده بطوله افريقيه ان احنا نقدر ندعم، نجيب محترفين من بره ما عندهمش اي مشكله كمان. فباذن الله انا شايف الاتجاه ماشي في الاتجاه ده، وربنا يسهل بامر الله يا رب باذن الله. منا، بطولات افريقيه اسهل ولا بطولات عربيه اسهل بالنسبه لبنات مصر بصفه عامه؟ لا، العربيه. العربيه شايفاها قريبه ان احنا نقدر نعمل حاجه؟ طبعا قريبه جدا. ليه في فارق في فرق كرة اليد بالذات بين الافارقه البنات والبنات؟ يعني في فرق كبير بدنيا. ليه؟ هما بيطلع الجبل اهو. بيطلع الجبل. بس هما بدنيا جسديا كمان اقوى مننا قوي، من الافارقه بالذات. يعني احنا بنشوف احجام كبيره شويه. بالظبط. فعشان كده الموضوع شايفه الناحيه البدنيه هي اللي فيها مشكله. من وجهه نظري انا يعني. لو قلت لك ككابتن كبير ولو عايزه تقولي احنا عايزين نلعب بطولات افريقيه، هتوصلوا لفين فيها بصراحه من وجهه نظرك؟ لا، ممكن يعني ممكن نحقق ونكسب، ما ناخدهاش يعني، مش قليلين يعني. مش قليلين؟ لا طبعا. كابتن ياسر، الطموح دايما عند البنات طموح كويس، بس احنا بنوقفهم شويه، يعني مش بيوصلوا لغايه البطوله الافريقيه. يعني البطوله الافريقيه فعلا زي ما حضرتك قلت في النادي الاهلي كان المستوى مختلف تماما، والبنات كانت عاليه جدا، فرق هدف او اتنين هو اللي خرجنا من دخول المربع الذهبي. بالظبط. بص يا كابتن خالد، احنا دلوقتي في خطوه ثابته في النادي الاهلي او في قطاع البنات في الدرجه الاولى بالذات، السن صغير. يمكن البطوله الافريقيه اللي فاتت دي معظم بناتنا خدوا خبره. افريقيا النهارده معظم كل الكبار بداوا يبطلوا، فاحنا بقينا الحمد لله ممكن نبقى قريبين، لان منتخباتنا الناشئين في الناشئات، في الناشئات، في البنات ابطال افريقيا، ودي نقطه مهمه والاتحاد بدا بيها، دي حاجه كويسه. عشان كده بقول لحضرتك ان شاء الله البطولات الافريقيه اللي جايه النادي الاهلي هيساهم فيها، لان عندنا رؤيه ان في معظم
افريقيا كبار بتوعهم والخبره والناس اللي كانت بتحترف في فرنسا في ناس كتير قوي بطلت وفي ناس بتبطل يمكن السنه دي بتختلف اكيد ولا بالظبط فاحنا كقطاع ناشئين طالعين ببناتنا الحمد لله كويس عكسهم هم اعتمدوا فترات طويله جدا على الكبار والنهارده الكبار بيبطلوا فقصدك ان هي فرصه مناسبه فرصه مناسبه نخش اللي احنا نخش نوصل للموضوع بالظبط كده كابتن منا اكيد احتراف اللعيب في العالم ده يعني احلى حاجه عنده انت احترفت احترفتي في النادي الاهلي ممكن احترف بره مصر زي كابتن مثلا مروة عيد هو حلم اي حد بيلعب هاندبول اكيد بس انا بالنسبه لي انا دلوقتي صعب يعني لان انا ماشي انا دلوقتي في الكيان بس في نفس الوقت كاريري وشغلي مش هيسمح لي ان انا اعمل كده او سني كمان طب هقول لك سؤال بشكل مختلف شويه أوكي. بنات الباسكت في مصر بيحترف كتير جدا يعني في اكتر من مثلا من 15 16 لعيبه محترفه في دوري امريكاني ليه الهاندبول مش كده ليه بنات الهاندبول مش كده وجهه نظرك ايه في الموضوع ده مش عارفه بس ممكن الاتحاد بيسبورت شويه اتحاد الباسكت بيسبورت ولا سكولرشيب اللي هم بياخدوه ممكن برضه ممكن سكولرشيب اللي هم ياخدوه ده هي ياسر ليه مش شايفين الكلام ده بره عندنا يعني عندنا مروة عندنا الحياه عندنا بنتين بس ليه ما عندناش مثلا 20 30 واحده محترفه بره مصر دي غلطه اعتقد لغايه دلوقتي احنا مش قادرين نشوفها مع احترامي للناس كلها طول ما انت ما عندكش منتخب كبير البنت النهارده زي بنات النادي الاهلي انت النهارده بتوصل تمام بتاخد بطولاتك بتاخد كل حاجه مفيش هدف تاني مفيش هدف النهارده ان البنات دي حد يشوفها النهارده عشان تطلع عشان تحترف تمام لازم الناس دي تشاف تمام هتشافها فين ما هو منتخبات مصر دي هي اللي هتطلع انت ما عندكش النهارده منتخب كبير انت قلت من سنين اللي فاتت ان منتخب 98 وهنعمل بعد كده منتخب درجه اولى ما حصلش 2000 ما حصلش تمام فالنهارده البنت النهارده ليها طموح اول ما هيجي لها جواز او هيجي لها خطوبه شغل هيقول لك لا خلاص انا هوجع دماغي ليه تمام صح كلهم خرجوا الا بالظبط ويمكن في نقطه مهمه جدا النادي الوحيد اللي موجود في مصر النادي الاهلي نشكر طبعا اداره النشاط الرياضي واداره النادي على رسول طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو يعمل عقود لكره اليد اول سنه السنه اللي فاتت يا ريت تتعمم في الانديه كلها دي هتفرق عايز تخلي المنظومه محترفه وتخلي المنظومه فيها منتخب مصر عشان الموضوع يتشاف بشكل مختلف بالظبط كده اتمنى هذا الكلام من الاتحاد ان هو ينظر لها نظره جديه يمكن انا اتكلمت في الموضوع ده قلت الكلام ده ولسه هيبقى يعني تحت الدراسه ما تحت الدراسه دي في مصر مطول شويه لكن ما علينا يعني كابتن منا ابرز منافسين النادي الاهلي السنه دي في الدوري اللي احنا داخلينه باذن الله من وجهه نظري هيبقى الشمس وسبورتنج شايف الموضوع الشمس وسبورتنج طب فرقه المعادي اتفكت خلاص انتوا اعتقد كنت تيم كويس السنه اللي فاتت احنا كنا تيم كويس فعلا ما اتفكتش ولا حاجه بالعكس هم عملوا صفقات برضو بس انا لغايه دلوقتي ما شفتش الفرقه احنا هنلاعبهم يوم الثلاثاء اللي جاي بس يعني انا وجهه نظري هو سبورتنج والشمس كابتن ياسر لو كابتن من قالت سبورتنج والشمس شايف ان هم ولا شايف الدوري السنه دي بيختلف السنه فاتت كانوا 16 فريق اعتقد 15 فريق بالزبط. السنه دي هم ولا 16 يا فرق بس في زياده فرقه دوري السنه اللي فاتت كان ليه شكل السنه دي بقى ليه شكل تاني وزي ما احنا قلنا ان الانديه الثانيه عندهم قطاعات ناشئين بينافسوا وده خلى شكل الدوري بتاعنا شكله اتغير بقى فيه منافسه ما بقى فيش حاجه اسمها النادي الاهلي لوحده لا النادي الاهلي مش لوحده النادي الاهلي عشان الناس متعوده ان هو دايما مركز اول فشايفين ان النادي الاهلي هو الاوحد لا في ماتشات بتبقى ماتشات صعبه رغم الاصابات اللي عندنا بنمر بيها انا شايف جزيره شايف معادي شايف الشمس سبورتنج سموحه
في انديه كتير قوي بدات تخش القاعده. هسالك سؤال صعب شويه وانا اقصد السؤال، خلي بالك. الانديه في مصر او البنات الفولي، ومش بتكلم عن الاهلي، بتكلم في مصر بصفه عامه، الفولي في احتراف، في انتقالات كتيره، في فلوس بتدفع في هذا المجال. بنات السله نفس الكلام. ليه بنات الهاندبول مش دايما مش جوه الحسبه؟ ليه يعني منتخب باسكت موجود، طلع في البنات طلعوا سادس او خامس اعتقد في افريقيا، بنات الطايره، بنات الطايره اللي هو بيقولوا ان هي طلعوا سابع، بنات الطايره نفس الكلام بينافسوا على البطوله الافريقيه، بنات الهاندبول مش موجودين على الساحه دايما، ليه؟ ما دي الاتحاد النهارده لما تيجي مش كل حاجه تحب لا ما هو النادي الاهلي برضو النهارده انت كاتحاد زي ما بقول لحضرتك عقود الاحتراف تمام، انت لو حطيتها النهارده في ودعمتها هتلاقي البنت النهارده بدل ما تبطل وهي عندها 20 سنه و 18 سنه او 19 سنه تمام عايزه تكمل. النهارده بعد ما بتاخد الخبره تمام، يعني انا عندي مواليد 98 تمام، ما بياخد خبره سنه 2 3 4 تمام ويبدا نقول هيلعب الاقيه يقول لي لا انا عايز ابطل اصل ما فيش تمام. بصراحه منها يعني انا بس هجيب لك السؤال ده من حسيت ان انتوا مظلومين شويه؟ اه طبعا احنا صح؟ المظلومين كتير مش شويه. الهاندبول بصفه عامه البنات يعني شايفين الباسكت بشكل مختلف، الفولي بشكل مختلف، ايوه اصل انا بلعب العاب فرديه وبنات الهاندبول مش انا بلعب وما فيش هدف قدامي، طب هعمل ايه بعد كده؟ يعني طموحي فين؟ فين المنتخب؟ طموحك ان انت اكيد تلبس تيشيرت منتخب مصر، اكيد كلنا كنا هذا الطموح اكيد. بس ف تقولي ايه بصراحه شديده؟ تتمني ايه؟ بلاش تقولي بصراحه، تتمني ايه؟ يعني نفسي يهتموا بينا بس مش اكتر، يعني احنا مش اه طبعا يعني. كابتن ياسر اكيد في جهاز معاون مع حضرتك، هو هو نفس الجهاز ولا غيرت جهازك السنه دي؟ هو بس اضاف عليه هو هو طبعا معانا كابتن سميره مدربة احمال، كابتن اوشين. كابتن سميره انت بتطلع عينيها اه صح؟ بص على النهارده اللقاء صريح بيني وبينك حقيقي كابتن سمير طلع عليها كابتن اوشين معانا طبعا اضافه قويه اضافه قويه للجهاز معانا كابتن صلاح مدرب حراس مرمى معانا عاطف طه طبعا مدير اداري معانا ايه مجننك وما فيش حد انا ما جننتوش وجنني بصراحه ومعانا طبعا كابتن محمد فهمي اداري معانا كابتن محمد بعلوشه طبعا مسؤول عن طبيب هو ودكتوره رود الجهاز الحمد لله كله متفاهم بصراحه يعني انا بشكرهم لان هم بيستحملوني بصراحه استحملوك كذا سنه وبدايه السنه دي قلت لهم ايه عشان نوصل لهدف البطوله؟ نشطب بقى كل اللي فات وبعدين نبدا تاني بقى من اول وجديد ونبدا صفحه جديده وجماعه في شروط انا بحطها في اول بدايه الموسم سواء اهداف لازم نحققها كل واحد عارف شغله هو بيعمل ايه بالظبط وده اللي بينجحنا كلنا يعني ما حدش بيتعدى شغل التاني خالص فالناحيه دي الحمد لله احنا مرتاحين فيها في جديه تمرين ساعتين يعني ساعتين هو من ساعتين لثلاثه على فكره لان احنا بنتمرن ساعتين وبعد كده بنخش الجيم تمام فيبقى ثلاث ساعات تعمل ايه في الجيم يا منى؟ قولي لي في فيديو بس عايز اقولك عليه في فيديو مهم جدا عايزين نطلعه عشان بس اوريه كابتن ياسر ايوه قولي لي انا بس عايزك تبصي كده انا الحمد لله ما لحقتيش الحمد لله ما لحقتيش صح؟ ياسر ما عندكش جبل تاني ولا حاجه عايز تلحقه؟ لا احنا رايحين ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله بعد ماتش المعادي هتطلعهم جبل تاني اه ان شاء الله طبعا انا على طول حتى والسيزون شغال قولي لي ايه الشعور اللي شفتيه دلوقتي حالا اول ما وريتي الجبل كده؟ والله ياسر واقف وكابتن سميره واقفه واللي انتوا طالعين انتوا اللي بص يا خبر السبعه اللي موجودين في الجهاز كل واحد بيبقى واقف في حته عشان محدش يجري منك؟ مش محدش يجري مني عشان الناس كلها تشتغل الجبل ده فين يا كابتن ياسر؟ الجبل فين؟ ده في طريق مصر الاسماعيليه بعد كارفور كده بشويه حته كده امنه كويسه عارفها قدامها امن وقدامها يعني الحمد لله بنشتغل في حته امان بتختار المكان ده يعني بتبلغ ولا بتطلع الجبل عادي ومحدش بيتكلم معاك يعني بتروح وتشتغل عادي جدا انت عارف الحته اللي انت شغال طبعا ببلغ النشاط الرياضي وعلى درايه بالكلام دوت وبنروح وزي ما بقول لحضرتك احنا بنختار وبنشوف المكان بس اعتقد الصور دي يا كابتن ياسر يعني او اللقطات دي في اخر التدريب لانهم مش قادرين يمشوا وبيقعوا منك وحاجات كتير والله ده كابتن خالد اللي انا شايفه ده تقريبا في النص او لا بص منك يا كابتن ياسر خلاص
لا ده فعلا ده في الاواخر مش اخر قوي يعني. انا عايز اقول حاجه بقى على كابتن ياسر صراحه. احكي لك انا لما كنا بنطلع على الجبل كابتن ياسر كان طلع مره ونزل بينزل بالدقلجه عارفه هو بقى عشان صح كده عشان كده كابتن ياسر عنده عقده مع الجبل فحاططكم على الجبل ده على طول. قولي لي الحلم الجاي ايه؟ تقولي لجماهير الاهلي ايه وبعد وجودك في النادي الاهلي تقول لهم ايه وتوعديهم بايه في المرحله الجايه؟ ان شاء الله يعني زي ما قلت ان انا اكون اضافه للنادي الاهلي. احنا قلنا انت اضافه اوكي بس عندنا بطولات بالظبط وان شاء الله يعني نحقق الاربع بطولات كالعاده يعني. لان انا نفسي اصلا يعني انا من ساعه ما انا بقيت ترفع كاس عشان دايما باخدهم باخد الكاس بالظبط وباخد الكاس اللي انا فاكيد حلم يعني ان انا ارفع الكاس وعلق الاربع ميداليات. عاجبني كلامك جدا وعاجب وحاسس ان انت عندك الهدف والطموح القوي جدا انت حقيقي الكلام ده. طبعا اكيد كابتن ياسر نقط ايجابيه في كابتن منى عشان تختارها تضمها للنادي الاهلي. بص منى انا اعرفها من ايام كانت في الشمس كانت لعيبه مميزه دماغها كويسه بتعرف تفكر وده شيء مطلوب بالذات في الخط الخلفي وكانت يعني مش عايز اقول بتتعبنا يعني شويه تمام بس يعني بتعرف الملعب كابتن ياسر بصراحه هو بصراحه ما فيش حد من دم النادي الاهلي بتاع كابتن خالد لا قول الحق تمام اقول الحق مش عايز اتكلم بس عشان منا برضو يعني ما تتغرش علينا ولا ايه مش تتغر لا يعني عشان التمرين بكره باين الصراحه ايوه انت عايز تروح تمرين في التدريب دلوقتي يا كابتن ياسر نتكلم عن البنت لسه جايه بين الاهلي كان بتشتغل كويس على الفرقه وبتعرف تتحكم في المجموعه بتاعتها فانا كنت عايز واحده زي منا مجرد ما عرفت ان في انها بتتنقل من هنا لهنا سبتها خالص وفي اخر لحظه يمكن لقطتها على طول مسكت فيها وقلت لها خش على النادي الاهلي على طول لازم الحقك عشان الوقت بيجري معايا بسرعه جدا قطاع الناشئات وحقق بطولتين من ثلاثه من اصل ثلاثه مظبوط كده وكمان اللي هي كانت بتلعب في الدوره اللي هي المهرجان برضو كسب اعتقد كل ماتشاته لكن خلينا نتكلم على التعاون بينك وبين الدكتور هاله زكي في هذا القطاع نبارك لهم اولا لازم نبارك الدكتور هاله زكي بفوزها ببطولتين 2007 2009 خسرت 2008 لكن مش ده الهدف هدف اكيد ان 2008 كمان في البطوله المرحله الجايه تكسب لهم الف مبروك بالتوفيق في المرحله الجايه كابتن ياسر واجه التعاون بينك وبين الدكتور هاله زكي انا دكتوره هاله الحمد لله على طول بنكلم بعض على طول في ورشه عمل بنشوف ازاي نعرف نشتغل غيرنا انا بشتغل النادي الاهلي وتعودنا على كده ازاي نعرف نعمل 2009 و2010 و2007 كل البطولات دي احنا بنحاول ان احنا نلمهم الحمد لله ربنا كرمنا ب 2009 و2007 و2008 حققت احسن من السنه اللي فاتت 2010 اللي هو المهرجان وده حاجه انا احيي الاتحاد عليها ان هو خلاها مهرجان كله كسبان وده احسن حاجه عملها الاتحاد بصراحه فدي ريحت النادي الاهلي وريحت الانديه كلها يا ريت بقى كله يبقى مهرجانات عشان المشاكل اللي بتحصل صح عشان بتحصل فعلا مشاكل غريبه الشكل طبعا كان احنا عرفنا ان الدكتوره هاله في اثناء البطوله انها وقعت وجالها حاله الاسعاف تمام من كتر الضغط اللي عليها الضغط العصبي جامد الضغط العصبي الحمد لله انا كلمتها وكنت نفسي ابقى هناك وطمنت عليها الحمد لله والامور كانت ماشيه جيت انا لما وقعت بقى فهي اللي كانت بتطمن عليا الفتره اللي فاتت منا احنا لازم سريعا جدا نقول كلام مين ده عارف في الاسره عشان توصلي اللي انت فيه النهارده؟ بابايا الله يرحمه رحمه الله عليه. تقول ايه الاسره الكريمه بتاعتك النهارده وانت بتلعبي في النادي الاهلي في اكبر نادي في مصر والشرق الاوسط وافريقيا؟ اقول لهم بجد يعني انا من غيرهم ما كنتش هوصل اللي انا فيه ده بالذات والدتي يعني هي دايما بتدعي لي يعني ربنا يخليها لك واخويا كان مبسوط قوي ان انا رحت الاهلي هو اخويا كلنا اهلاويه بيت اهلاويه كوره كده كده هايل هايل بس وكان نفسي ان بابايا يكون موجود اكيد لانه كان هيبقى مبسوط بيا قوي اكيد كلنا فرحانين بيك وكلنا مبسوطين بيك ميرسي نورتينا وشرفتينا ميرسي يا كابتن خالد كابتن ياسر كلمه للجماهير سريعا جدا وكلمه للاعبات في بدايه السيزون
بقول لهم خدوا بالكم ان الدوري السنه دي اصعب من السنه اللي فاتت ولازم نبقى قد المسؤوليه لان جمهورنا ما بيقبلش احسن يعني اول فقط، وبطمن جمهورنا ان شاء الله نحقق له الاربع بطولات ومجلس ادارتنا والنشاط الرياضي باذن الله. كابتن ياسر نورتنا وشرفتنا ودايما معانا في دايما في قناه الاهلي، وتنورنا وتشرفنا ببطولاتك الكبيره مع فريق سيدات كره النادي الاهلي. بوجودك يا كابتن خالد، ومتشكر قوي على اللقاء الحلو ده. ربنا يكرمك كابتن مني، نورتينا وشرفتينا دايما في البطولات باذن الله، واول ما ترفعي كاس اول صوره هتحط في الاهلي هي منا. ميرسي ربنا يخليك. فعلا مبسوط بيهم وفرحان بيهم وفرحانين بوجود منا من طلاب مدحت معانا في النادي الاهلي، واكيد اضافه قويه جدا. بنقول لسيدات النادي الاهلي زي ما عودتونا على البطولات استمروا على هذا، بس عايزينكم كمان ما شاء الله تخشوا على الافريقيه والعربيه، وباذن الله في المرحله الجايه تكونوا متواجدين برضو على مراكز التتويج الاولى باذن الله في الافريقيه والعربيه. في نهايه حلقتك، في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.